البرنامج الحلو يلي ما ثقبني الحظ اني اشوفه كتير. نعم. لانه كان هالمرة مباشر. نعم. فكويس اللي عم باخد اول حلقة مباشر، خاصة انه خبروني انه في حدا عذب بنتي مادونا وضايقها على الهواء. وهيدا شيء ما بقدر ابدا اتحمله، لانه بتعرفي ماتيلدا وبيعرفوا الموجودين انه مادونا لها كتير على الفن بلبنان. فما بيقدر بس متفرج واحد او يكون حاقد بمرحلة من المراحل انه يقول لها هالكلمة هاي، انك انت ما بقى مطلوبة او انت ما بقى موجودة على الساحة. يعني ما ينسى فترة من الفترات انه كانت مادونا نجمة الاستعراض الاولى، كانت نجمة المسرح وقت اللي عملت مسرحيتين كتير مهمين بالبلد، ووقفت على وتركت أموال كانت تاخدها لتاخد بمرحلة بسيطة كتير أجرة مسرح عادي. وانت بتعرفي ماتيلدا قديش القصة صعبة، يعني لما قررت تنتقل من فن عادي لفن كتير تقيل ومهم، بلشت مادونا تخف انتاج الفن انتاج المادي. فبمرحلة من المراحل شكلت خطر على كتار من الفنانين الكبار. لما مادونا عملت أغاني كتير مهمة، ولما عملت دخلت على الغنية اللبنانية حركة استعراضية ما حدا غيرها عملها بفتكر بمرحلة من المراحل. فإذا ما تخاف مادونا، لأنه العصر هلأ عصر غنية مش عصر مطرب، وإذا كانت كبيت شوي ما في شي بيخوف، لأنه صار فيه هلأ بالعالم العربي كلهم بدون يغنوا مثل ما عم تعرفوا، مش بس بلبنان، يعني وين ما كان عم يشتغلوا على مطربينهم وعلى ناسهم وعلى فنانينهم. يعني ما بقى المرحلة بتخلي الواحد انه يعتقد انه بلبنان بس في كم مطرب عم بينافسوا بعضهم، لا، صار في منافسة عربية شاملة، ويمكن تكون غنية واحدة ترجع مادونا للواجهة مثل ما كانت بالأول، بعتقد بترجع على مطرحها المناسب. ان شاء الله ما اكون ضايقت حدا بالكلام. ماتيلدا عم بالعكس واجباتك. لا انا بشكر اتصالك، ونحن اذا بنحاول نهاجم او نحاول نوصل لحقيقه معينه بيكون من محبتنا للضيف اللي معنا، مش لانه ما بنحبه. انا بتشكر اول شيء اتصالك. اهلا وسهلا مريم، اللي بعيد لك دايما ماما مريم، لانه ما بدي انسى فضله لمريم شقر ابو جودي. من بدايه الفنيه وقت اللي كنت انا بعدني كنت عم بدرس بالكونسرفاتوار، وكان الفن يعني بعز الرقي. انا بعتبر ايام ما بلشت بالفن كان في رقي بالفن، وكانت ست مريم جودي ولم تزل الاديبه والصحفيه اللي ألمها دائما حقيقي. فلما حضنتني وساعدتني لاني اختار الطريق الصحيح وودتني على الطريق اللي لازم اني امشي فيه، وانا كثير سعيده اليوم انك اتصلتي فيي وانك اهتميتي لهالموضوع. بدي اذا كنت بعدني على الهوا بس بدي اوضح شغلي. نعم. انه اللي قلتيه مزبوط، انك وقفتي انت بمرحله من المراحل وقفه كثير مهمه مع الاعلام. اكيد. والاعلام مزبوط ما اعطاكي حقك بالمرحله اللي انت عشتي اللي عشتي فيها. بس انا ما قصدت كل الاعلام اكثر ما انه اهتمي بقصه الاعلام، اهتمي بالتفتيش عن غنية ناجحة، لأنه أنت الغنية الناجحة اللي طلعتك على الواجهة وعطتك مطرحك، وأنت مطربة وصوتك رائع قبل ما تكوني أنيقة وحلوة. بس هيك، هذا بدي أقول لك. أهلا وسهلا فيك ست مريم. أهلا وسهلا فيك. اتصالك نشكر اتصالك ست مريم. أكيد نشكر اتصالها كتير. نعم. مهم اتصالها لما ما بيسمعوك ناس لهم تاريخهم وناس مثقفين وناس بيقدروا الفن، بقدروا الفنان يلي بيتعب. وخصوصا لما انا بقول انه انا اشتغلت، ما بقدر اقول اشتغلت بالفن، كان بالنسبه لي الفن رساله، ما تعاملت انا وياه بالماده، لانه لو بدي جمع ماده كان معي مليار اول ما اشتغلت، كان بايام نطلع ال 50,000 دولار بالحفله وال 100,000 بالحفله، مش مثل اليوم. نعم. اليوم كل الحاله كوضع عام كلها مأساوي. اكيد. قبل ما ندخل معك مادونا بالتفاصيل مره جديده، عندي سؤال لاستاذ صليبة. استاذ صليبة، كيف بتقيموا عمل تتقبلوه او ترفضوه كشركه انتاج؟ صوت عين. يمكن هالمقابله الصغيره تعرف الناس عن استاذ جان صليبة اللي هو صاحب شركه ليدو ميوزيك والموزع الاول ل ام اي بالعالم العربي واوروبا وامريكا. بس بحب اوضح شغلي اني انا باخر سنه من بعد ما صار عندي هالمشكله في المسرح بمسرحيتي الاخرانيه،
مرقت بمرحلة كتير صعبة، انه لما انا كنت مركزة على المسرح بعيدة عن المهرجانات وبعيدة عن الحفلات وبعيدة عن السفر، عدد سنتين المسرحية بتاخد معك وقت 6-7 أشهر 8 أشهر تحضير وتمارين للمسرح. بعدت عن الشريط يلي بيكون هو الشريط الشعبي، اخذت الشريط وسجلته عنوان وموضوع عن المسرحية. انا ما بعدت عن الساحة اكتر ما انه صار وجود الكاسات تبعيتي بالسوق وجود مسرحية، مش كاسات شريط شعبي اطلع غني فيه بالمهرجانات. القصة اللي انا قدمتها على المسرح انوجدت بالاسواق. نعم. عرضت انا 8 أغاني كانوا محضرين لقلي من عدة شعراء لبنانية، منهم الشاعر أنطوان أبي كرم، الشاعر نزار فرانسيس وسيزار عون، محمود بشلاوي، إبراهيم شعبان، لعدة شعراء، سوري ما أعرف إذا نسيت حدا، وللملحن طارق أبو جودي اللي هو ملحن جديد نازل بالسوق وهلأ إن شاء الله العمل رح يطلع للنور أول السنة الجديدة. عرضت العمل هيدا على عدة شرك لبنانية، إذا بتحب سمي لك هني مستعدة سميهم. في عندي شركة الريلاكس إن، مع أني أنا كنت قبل ما أجي عند أستاذ جان على شركة ليدو ميزيك أنا كنت على وشك أني أتعامل أنا وياها، بس لقيتهم أنه كمان عملوني بآخر لحظة. شركة الخيول، شركة الروتانا يلي تعد اليوم شركة الروتانا من أقوى الشرك، أنا بعتبر ليه أهملوكي اللي بتعد حالة أنه هي من أقوى الشرك، عندك ليك لحالة. لما عرضت أنا أنه عندي شريط أنا لازم أني سجله، كانوا كلهم يجاوبوني، ريلاكس إن، ميوزيك ماستر، ميوزيك بوكس، الخيول، الروتانا، شو بعد في شركات بلبنان بحب أني الميوزيك لاين قلتها هلا كلهم دقيت بوابهم وهملوك كلهم دقيت. ما بعرف الشركة اللي الجديدة تبع بودي نعوم شو هي، شركة جديدة كمان نازلة. لما أنا عرضت عليهم المشروع اللي هو الإنتاج لثمان أغاني جديد مع 2 فيديو كليب، نعم. وما كانش متطلباتي كبيرة، نعم. كانت متطلباتي مثل أي فنانة ممكن أن تكون مبتدئة حتى أني أنزل نزل شريط شعبي بعيد عن المسرح، لأنه ما عملت ما قدمت مسرحية السنة أنا، نعم. فكان كل جوابهم لا سوري ما في أنا أخذ لك الإنتاج. ليه؟ هني هيك حاطين براسهم انه خلص مادونا بانه اتجهت الى المسرح، نعم. يلي بيعتبروا انه المسرح هو اخر اعمال الفنان. بحب اني اقول لهم انه اللي بيوصل يوقف على خشبه مسرح بلبنان واللي بيتعامل مع آل الرحباني ومع منتج مثل كان بدي اتشكر المنتج عماد حقي اللي عمل انتج لي مسرحيه سفره الاحلام الاستاذ الياس الرحباني، واللي كلفته انتاجه وكان اكرم من الكريم على انتاجه. ظلت تنعرض المسرحية سنة وشوي بكل نجاح، 100,000 متفرج مينيموم إجا حضرنا. يعني خافوا ياخدوا ريسك من بعد مسرحيتي اللي صار في عندي مشكلة مع المنتج توني زرد، أنه صار عندي مشكلة بالإنتاج ومشكلة كمان شوية حرب من وراء الكواليس إن كان بوسائل الإعلام التلفزيونية وغير التلفزيونية وشوية إشاعات من الصحافة. هون عم تقصدي حدا محدد هلأ كلهم مع بعضهم. أنا بوضح لك إني أنا إنسانة صريحة، يمكن في كتير ناس بتحب لي صراحتي وفي ناس ما بتحبها بتقلي مادونا مش لازم تكوني صريحة لأنه صراحة ما بتسوى بهالأيام، بس أنا ما تغيرت، الناس بتتغير، رح ضلني مثل ما أنا. طيب طبعا يغلب التطبع. فيني أسأل هون سؤال من وحل عم تقولي استاذ جان؟ خليني قلي كيف ما خفت تاخد ريسك ليش بس هون لنشوف ليه ما هو اخذ ري رغم انه كل شركات الانتاج سؤال بس ما جينا لعند استاذ جان قلنا في عمل لمادونا اصلا يعني انت بتعتبر كان ريسك مع مادونا؟ مادونا بدي اذا بتآمني بالشخص وبتعرفي شو هو ما في ريسك، خاصه بس تسمعي الاغاني. يعني انا يمكن انا بقول هيدا شانس. وليه رفضوا يعني رفضوا مادونا؟ هن غلطوا لانه رفضوا مادونا. بكره رح تشوفوا الاغاني ورح تسمعي الاغاني، وانا بنعد يعني بكل تواضع عندي دينه يعني مزوق شوي بالاغاني لانه تاريخي بالريبرتوار الاجنبي دل على لبنان شو عملنا انجازات تفرق اجنبيه، وخاصه اخر حدث كان اندريا بوتشيلي وقتها اجى لاول بلد بالشرق الاوسط بفضل نحن السديات اللي وزعنا له اياها، طريقه التوزيع تبعيتنا اللي بتختلف حتى عن طريقه توزيع الشركات اللي موجوده بلبنان. يعني نحن عندنا غير تصور مع اي ام اي، عندنا غير تصور توزيع. يعني بكره بتشوف السيدات تبع مادونا مثلا بالفيرجن ميجاستور بالفناك بالبرازيل بايطاليا حسب نحن بنسوي للعالم كله، مش منحصر بس بلبنان او بالدول العربيه.
في جالية كتير مهمة بفرنسا، في جالية كتير مهمة بأمريكا بأستراليا، في طريقة توزيع. وبالنهاية بس عم بيطلبوا كانوا الأرقام الخيالية، يعني عم بيهربوا شركات الإنتاج. أي شركة إنتاج عادة عن اللي سمتها مادونا إن كان روتانا بتقدر تدفع مبالغ بقيمة $1,500,000. لا باردون، حتى شركة الروتانا، معلش كلام يوصل وأنا بفتخر إني أقوله، حتى أعلن على التلفزيون لما أنا إجا قبلني السيد محمد ناجرو وعرضت عليه إنه بدي أسجل هالأسطواني وعندي إنه كمان في مثلا حق صوتك في كذا، وقت اللي بعرف إنه عم بيدفعوا مثلا فنان موجود اليوم ستار مثلي، مش رح أقول لك أنا أكثر ولا أقل، لما بيجي بقول له بدي أنا كاسات بيقول لي انه سوري ما فيني انا خليك تسجلي، ما فيني اعمل لك هيك، معناتها انه في كليك اليوم بيحكوا مع بعضهم على التليفون بيقول له اليوم انا بدي فلان وفلان وفلان هودي للشركه تبعيت نحن بنعطي بعض مثلا، وهذا الانسان نيمونا اياه خلوه ينام لانه اذا نزل على الساحه بشكل خطر. انا مش ضعفا عم بحكي اكثر ما انه عم بقول لك انه اكيد اكيد هالشركات خوفا من انه اذا نزلت بيقعدوا هوديك بالبيت او مشكل خطر عليهم، اكيد انه رفضوا العمل. انا بعتز بصداقتي عدا انه يكون الشركه انا وعائلته ست مايا مدامته لسيد جان، انه بيامنوا بالفن وبتاريخ الفنان، انه لما جينا عرضنا هالكاسات اللي عندهم من بعد كمان ما سمعوا الاغاني للملحن طارق ابو جوده ونوعيه الكلام كمان في موضوع، لما بدك تقدمي اغنيه بتقدمي لها موضوع. يعني بتعتبري هالكاسيت رح يكون مرحله ذهبيه جديده لمادونا باذن الله بتطلب عليها كمان باذن الله اكيد. نعم. انا وحده ما قدرت اعمل شيء، انا من زمان بدي اذكر شوي شركه رولاكس ان لما استعملت انا ورولاكس ان كنت انا قادره ماديا اكثر من اليوم، كان شغلي اقوى من اليوم رغم كل المافيا ورغم كل المحاربات. انا بعتز بحالي لاني انا من تعبي عم بعيش. نعم. وبعدين بتجي شركة ريلاكس إن، لما كنت إجي أنا أقدم لهم الكاسات أنا كنت قادرة أسجل لحالي، ما كنت بحاجة لشركة، كنت قادرة أنتج استعراضاتي لحالي، ما بحياتي حدا نتج لي، ما في غير هودي السنتين أنا عزت منتج. انتبهي صار لي 20 سنة فنانة أنا كنت أنتج لحالي، ما حدا كان ينتج لي. مرق ظرف أنه أنا صار علي كليك من جميع النواحي، ما فيني أقول من ناحية وحدة، اشتغل كليك نزل على الساحة أنا مرة لحالي. صح. قد ما يكون يعني بعدين مش مشكلة البطل. نعم. يخسر له معركة صغيرة، بس مهم خطر كبير إذا بيخسر حرب. وبإذن نعم. الله ما في بطل بالحياة يعني بينساله شي خرطوشي تالتي، معلش شي بكون قلبت على الطريق هو عم بيركض. نعم. بكون يعني أنت بتعتبر أنه مرحلة وقطعت غيابك عن الساحة إن كان بإنتاج الأغنية مرحلة أو بالطلب، هالكترة نعم. المشاكل اللي صارت نعم. ورا بعضها خلتني اقعد انا اول شيء افكر وخطط. نعم. كيف بدي انزل على الساحه. نعم. واكيد بشكر الله انه الله بعث لي شركه محترمه انها تامن بفني وتامن بخبرتي وتامن بعطائي. لانه مش مهم بس تكون معك مال. نعم. مهم تكوني انت عندك التحضير النفسي. صح. وتكون عندك نعم. العطاء، العنصر يكون موجود. نعم. وعنده نشاط انه يقدر يعطي. الحمد لله انه يمكن الله ما بيبلي ليعين، الله أخذ المال بس خليلي صحة، خليلي أهلي. صح. خليلي أصحابي، خليلي الناس الطيبين مثل ست مريم اللي عم تتصل، وفي بعض الناس كتير مثله وأمثال وناس الطيبين اللي حوالي. وقت اللي أنا اتضايقت وكل المتعهدين قاموا ضدي، لما تعرفين مثلا مع أني بحترم كتير تروس سينانوسيان له فضل علي، أنا من أول ما ابتديت غني أول كونترا عطاني أستاذ تروس سينانوسيان، بس وقت اللي بتصل كمان بأستاذ تروس من سنة بقول له انا بدي ليه مش عم تاخذ لي حفلات، لانه كان هو مسؤول اول شيء عن اعمالي، بقول لي يا مادونا هلا مش موسمك، بكره هلا قاعده بالبيت مش موسمك. انا بينقال لي هالكلام الفنان اللي عنده عطاء وبعده بصحته لكل المواسم، انا لكل الفصول بالسنه على كل فصل بعطيه صوتك لونه. اليوم مادونا يمكن بيعبر عن مشكله كتار من الفنانين، انا مش بس عندهم صوتي وقاعدين ببيوتهم كمان، كل فنان كبير الهوى صارت كمان الهوى تبع الاذاعات شو لك بهدله شو لك يعني بهدله يعني في معيار يعني مثلا اذاعه الام بي ان عن جد نحن بنتشكرها بهالحلقه أكيد. لانه من ضمن في كم اذاعه مثل الام بي ان انه ما بتطلب، بتقول بتنطر النهار اللي نحن بنودي لها غنية جديدة لحتى تلعبها لحتى تقدر الفن، غير إذاعات في عندك معيار تابلو مقابل يعني مقابل مادي مقابل انه ما في معيار $1,500 ثلاث مرات $3,000 ست مرات وبيطلع لك كم وحدة ببلاش، وإذا بدك تمشي غنيتك على كذا إذاعة حتى يسمعوها بدك تحطي $50,000 حتى تمشي الغنية. نعم.
يعني بعده الفنان ما استفاد، ما عمل شيء يعني، طلبنا مساعدات. بالمقابل بالمقابل اللي رح نجي رح نجي للموضوع الثاني، في اتصالات كثير اللي عم بيقولوا لي، في اتصالات كثير اللي عم نحكي فضل. حتى مع السسام لبنان مع الاستاذ الياس ناصر، انه صار الوضع يرثى له. واخر مره عملنا اتصالات مع كل شركات الانتاج اللي وافقوا ضمنيا وضع حد لهو الاذاعات اللي بيعتبروا حاله هذا تصرف، هذا شيء غير شرعي عم بيطلبوا. بالمقابل اذا السسام لبنان بدها تلزم الاذاعات بدفع المصاري رح يدفعوا مبالغ طائله. بس يصير في القانون وان شاء الله مع يعني شغله مهمه اساسيه، انه الاغنيه انتاج الاغنيه الجيده هي معيار بالطلب على الفنان. أكيد. وسائل الاعلام ودعمها هي أكيد. معيار ثاني، لا كمان طلب على الفنان. وعدم الطلب عليه هو نوع من ال يعني اذا بدك مافيا، أنا ونوع من ال مؤامرة. بوجه له تحيه، كنت عم بحكيك عن عادل حكيم، بعتبره اذا بقول له استاذ يعني بحس انه انا كثير بعيده عنه عادل، لانه مثل خيي بعتبره عادل، انه يكون وجوده هون كمتعهد حفلات. لما قام هالكليك كله ضد مادونا متعهد، عملوا مهرجانات بالفورم، عملوا مهرجانات بالسين علي، صح. بحب اني اوجه لهم تحيه للكل، عملوا مهرجانات بكل المناطق اللبنانيه. لما بيجي بقول له عملوا مهرجانات بأرطبة، هن بيعتبروا لما بيجي ما عندك غنيه جديده تقدميها للجمهور، ليش عندي اغنيه هيك؟ هن بيعتبروا كلهم كانوا ناجحين. ليش استاذ الياسر الرحباني لما عمل لي شعبك صامد يا لبنان، لما عمل لي نزلوا بثيابهم السود، بس مش الحق على البث المتعهدين، كمان الاذاعات لعبت دور. لما انا في شخص بالاذاعه بيكون قاعد جوا بيقول له، بتطلع بلاقي ورقه بالاذاعه ممنوع بس اي اغنيه لمادونا، ليش؟ شو علمتكم مادونا؟ ما من وجدت هاي بالاذاعات؟ بلا انوجدت، ليش؟ لاني مقصره شوي معهم. نعم. ليه؟ لاني مقصره شوي، مش عم مدهم ماديا، مع انه في بعض الاذاعات سوري جبل لبنان ما بتقبض مثلا، خلال المر ما بتقبض. انا بحكي ضميري بكل بكل جراه وبكل صراحه. في عندك بعض الاذاعات لو كنت الان بي ان، اذاعه ان بي ان جديده اليوم جوني الصديق، اي غنيه بدك تدعمي اياه بقول لي بعتي لي، هو تلفن لي مادونا شو عندك اشي جديد بعتي لي، مش لاني قارب الان بي ان. عم بحكيكي على بعض الاذاعات، انه في اذاعات تحترم نفسها، وفي اذاعات بتقول لك انا ما بنزل غنيه لفنان الا ما تعطيني قرشين. اليوم انا اذا ما اشتغلت، بعدني عم بحكي ارجع لك على عادل، انه عادل وقت هالكليك كله قام ضدي، الوحيد اللي كان يتلفن لي اللي انا مزبط لي كونترات على اشتغلي. اليوم انا فنانه، لازم كل الناس تسمع هذا الموضوع. اذا انا اخترت حياتي ورسالتي كانت كفنانه، اذا انا ما اشتغلت كيف بعيش؟ كانوا يقولوا مادونا بتساعد الناس، مادونا ايش اكرم منها، صح معهم حق العالم، لانه هيك انا فعلا عيب انه واحد يحكي عن حاله، هذا تقييم الناس لإلي. بس لما بتجي توصل لوقت انك ما عم تشتغلي، انا كنت لما اشتغل بقبض 100,000 شيل 10,000، انا اقول هاي 10,000 هيدي زكاه بدي اعطيها للناس، وعيب انه واحد يقول زكاه، لانه مش لازم ايد اليمين تعرف شو عملتي بايد الشمال. بس لما بتطلعي 100,000 بتقولي هاي 10,000 انا بدي، مين ما بدق الباب انا بدي ساعده. بس لما بتوصل لوقت انه ما فيش 10,000 عم توصلك على جيبتك، منين فيك تساعدي بعدين؟ صح. على كل حال مادونا ورزقه الفنان من شغله، اذا انا قعدت بدون شغل كيف بعيش؟ صح. انا عندي عائله ورزقتك متعلقه بكذا معيار فني، بكذا معيار فني. لما هيدا بتروح تقولي له انا مادونا بتعرضي مادونا، بقول لك شو بدك فيها، انا بعطيك هاي، هاي بتخصني، هاي بربح فيها اكثر. لما هيدي بتعرضيها، ليش انا عند شو اسمه معتوق؟ عادل. عادل معتوق. نعم. انا انسان مع اني بحترمه كمتعهد، اليوم اجى عامل كذا مهرجان بلبنان، ليش؟ لانك جايب الكليك تبعك ما بتجيب مادونا؟ ليه؟ مثلا انا قعدت سنه من بعد المسرحيه ما عملت حفلات، اشتغلتي مش لانه هن ما عرضوا علي، لاني انا كنت بوضع نفسي اول شيء تعبانه كثير، كيف عم بتحارب بهالشكل مش عارفه كيف بدي اقوم منها، وثانيا اني كنت متضايقه نفسيا انه ليش صار هيك معي. نعم. لاني انا كثير منيحه مع الصحافه، كتير منيحة مع وسائل الإعلام، كتير منيحة وصادقة مع نفسي، أما أكون صادقة مع فني، وأنا هيك ابتديت بحياتي. ما أنت حكيت السبب، وحكي أني أنا أكون صادقة، المال هو كان سبب الإنسان الصادق. نعم. المال بيجي من شغلك. نعم. إذا ما اشتغلتي منين بتجيبي مال؟ عرضنا أنه يقوونا بالإنتاج، أنا ما عندي إنتاج اليوم نص مليون دولار تأطلع أقدم استعراضي، اللي أنا بشابه استعراض الليدو، يلي بس يجي ينعرض الليدو من برات لبنان ويوصل على كازينو لبنان كانوا كومبلي حفلات. ليش ما بنعمل نحن العناصر موجوده، وعندي فرقتي، فرقه جابي شيبا، فرقه سامي خوري، فرقه المسرح اللبناني، ليش نحن ما بيكون عندنا منتجين عرب نتعاون انه يقدموا لي
انتاج قدمه بالسلد امباسادور وضاهي، مش رح اقول لك انه نفس المستوى لانه نحن كمان نقصنا كثير من المخرجين العالميين انه يقدموا لنا اعراض مثل عرض مثل الليدو. فينا نجيب مخرج اللي اخرج الليدو على منتج يكون يقدر ينتج لنا استعراض، العناصر موجوده. لا جسمهم احسن من جسمنا ولا عن جد، ولا عطاءاتهم احسن من عطاءاتنا، ولا صوتهم احسن من صوتنا، ولا الفريق العمل كله بيقدر يشتغل بنشاط قد ما نحن عندنا نشاط بلبنان. لبناني اكثر فنان نشيط. بدنا ناخذ اتصال. بحكي بس بفتكر انه اللي عم بحكي بفتكر ناس كثير عم تسمعه وهيدي حقيقه عم بتصير، وفنانه بتتجرأ بعتقد تتجرأ فنانة تحكي اللي أنا عم بحكي اليوم على التلفزيون. ناخد اتصال مادونا قبل